تم التسجيل والمكساج في استديوهات مذهلة. في استديوهات مذهلة. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. ألف الصلاة. تم التسجيل والمكساج في استديوهات مذهلة. إهداء من أم سلطان إلى أم ماجد وبناتها. 0502 40 700. افتحوا باب القصر لهان بابه، وارفعوا اللي فارقه عن كل شيله، واعلنوا ترحيبكم طيبوا رحابه، وبالورود استقبلوا ذيك الاصيله. 0502 40 700. افتحوا باب القصر لهان بابه، تم التسجيل والمكساج في استديوهات فارقه عن كل شيله، واعلنوا ترحيبكم طيبوا رحابه، وبالورود استقبلوا ذيك الاصيله. في استديوهات افتحوا باب القصر لهان بابه، وارفعوا اللي فارقه عن كل شيله، واعلنوا ترحيبكم طيبوا رحابه، بالورود استقبلوا ذيك الاصيله. شرفنا جنابا قاموا طيف وقاموا عز القبيلة، جاتكم مع حق مرحلة رقابهم بنات النور من نوع الفصيلة. أم ماجد من شرفنا جنابا قاموا طيف وقاموا عز القبيلة. محانك المخيلة اقبلي يا نور فرحة لو ضياها، وفرحي يا قلبنا قلب طفولة. أم ماجد يا عزوه وعزومها بضرقها بكسر محانك المخيلة، اقبلي يا نور فرحة لو ضياها، وفرحي يا قلبنا قلب طفولة. حياها يا جمال الحور بين الخمس حور، طفوا انوار القصر بالليل جابها، من كل القمر ليله جميله، باختر يا غلاب نفس حياها يا جمال الحور بين الخمس حور، طفوا انوار القصر بالليل جابها، من كل القمر ليله جميله. والقمر عكس حالاته من حالاتك، فوق الشمس ثوب الزفاف احلى مثيله، والف مبروك الزواج ربع وقرابه، والحسود اللي يفرق ما يجيله. والقمر عكس حالاته من حالاتك، فوق الشمس ثوب الزفاف احلى مثيله، والف مبروك الزواج ربع وقرابه، والحسود اللي يفرق ما يجيله. يا عزبه وعزومها بضرقها بقصر المحاني كم خيلة، بنت مسفير ويومه ما يضامك، أصب انقب ومراجل في يمينه. أم ماجد يا عزبه وعزومها بضرقها بقصر المحاني كم خيلة، بنت مسفير ويومه ما يضامك، أصب انقب ومراجل في يمينه. صيتكم معروف والعلم دليله، وام
ام ماجد قالت قوم في صوابك لعسر الليل فاكم تشيل والله انكم يا خوات عزنا بصيتكم معروف والعلم دليل ام ماجد قالت قوم في صوابك لعسر الليل فاكم تشيل افتحوا